بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والدة الشهيد محمد أيمن شواقة بطل سينا إمارة سينا. أنا من هنا من محافظة دمياط بشكر سيادة الرئيس على الإنجازات اللي هو عملها والإصلاح الاقتصادي اللي عمله في الدولة. بشكره على مشروع حياة كريمة اللي احنا كنا بنحلم به من زمان، وعلى الطرق وعلى الكباري وعلى المشروعات العظيمة اللي هو عملها. ومن هنا أنا بأيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة ثالثة ورابعة، ولو هيفضل طول العمر، لأن ده الرئيس ربنا كرم مصر بيه. ده سيادة الرئيس ده ملك نازل من السماء لمصر، الاقتصاد ليصلح مصر والاقتصاد اللي في مصر، ومشروع حياة كريمة اللي موجود في 28 محافظة وشغالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيمن محمد السيد أحمد شويقة، والد الشهيد البطل محمد السيد أحمد شويقة الذي لقب بإمارة سيناء. أنا عاوز أقول حاجة من هنا من دمياط ومن مركز كفر سعد بالتحديد وقرية الإبرامية اللي قبليه. أنا بأيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للإنجازات اللي عملها، زي مشروع حياة كريمة اللي طور الكرة المصرية، بمعنى أصح بنى مصر الحديثة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبني مصر الحديثة. طبعا الإنجازات اللي بتتعمل على أرض الواقع، وأنا هنا من قرية ومن مركز كفر سعد من ضمن القرى بتاع حياة كريمة، أنشأ به مدرسة ووحدة صحية ووحدة إسعاف ومشروع الصرف الصحي ومشروع الغاز الطبيعي وتطوير الكهرباء والنت. يعني بصراحة إنجازات احنا كنا بنحلم به من 50 سنة، من أيام أعضاء مجلس الشعب، من أيام الوزير حسب الله الكفراوي لما كان عضو مجلس الشعب قبل ما يبقى محافظ دمياط، يعني قبل في الثمانينيات أو قبل الثمانينيات. فكان ده مطلب وحيد اللي كانت الناس كلها متجمعة عليه، هو الصرف الصحي. الحمد لله النهاردة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى وفضل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان وفر لنا كل الامكانيات بما فيهم الصرف الصحي والكهرباء والمياه والشرب وتبطين الترع، وعمل حاجات كبيره وانجازات كبيره قوي. كفايه علينا الطرق اللي ربطت جمهوريه مصر العربيه بالكامل من مشرقها لمغربها من شمالها لجنوبها. دي حاجات جميلة قوي اتعملت في مصر احنا كنا بنحلم بيها، واصبحت القرية النهاردة ما تختلفش عن المدينة، لان بعد اتمام هذا المشروع وينزل الاسفلت يعتبر انا قاعد في دمياط الجديدة وقاعد في دمياط القديمة. من هنا يعني الانجازات اللي بيعملها ديت على ارض الواقع دي حاجة يعني تخلي كل مصري شريف بيشوف قدام عينيه الوضع اللي ماشية به الدولة والمشاريع اللي اتعملت في الدولة، ان ينطق ويقول انا مؤيد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجمهورية مصر العربية فترة واتنين وتلاتة. لان طبعا الدولة المصرية ما بإذن الله وبفضل من ربنا سبحانه وتعالى وفضل القائد بتاع مصر، عمر مصر ما هتقع زي الدول اللي وقعت، ولكن احنا بنحمد ربنا وبنشكر فضله، لان طبعا الحاجات دي ما اتبنتش من فراغ. الانجازات اللي السيد الرئيس ده بيعملها ما هوش من فراغ، بيعمل ايه؟ تمنها احنا دفعناه، يعني كأسرة شهيد انا دفعت الثمن الانجازات اللي السيد الرئيس بيعملها، وهو عارف الكلام ده. دم ولادنا، دم عيالنا وشهداء مصر اللي راحوا في الفتره
من 2012 لغاية من 2011 لغاية النهاردة بيسقط شهداء. فدي كان دي تمن بناء الدولة المصرية، احنا النهاردة جزء منها، احنا جزء منها دافعين الضريبة بتاعتنا، دافعين شهدائنا، دافعين دم ولادنا لبناء الدولة المصرية. فأنا مش مع أي واحد يتكلم أي كلمة في حق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الراجل ده راجل عظيم، راجل صادق، راجل واعد، ما بيقولش إلا ما يعمل. ودي يمكن أنا قعدت سبق والحمد لله قعدت معاه 3 مرات، والله والله أنا بنظر في عينه وباجي من عنده مرتاح، لأنه راجل صادق. أنا عاوز أقول للشعب المصري الراجل ده راجل صادق، واللي بيقوله بيوفي به.